dugsiyada Nuruddin Nuruddin Schools. Hanay Nuruddin ya qonto gamkede, hanay Nuruddin ya chaligi saugo, hanay Nuruddin ya qonto gamkede, hanay Nuruddin ya chaligi saugo. بسم الله الرحمن الرحيم دمان أرديدا فصلنا اللواد وعمر كله إيه ما تدني التربية الإسلامية وحن كسي ودي دونا ما أنت عشر كي ودي نبيع إنه مريني كائن وضعنا إن شاء الله قف لبا سوى نكسنا هاي لصعده عشر كي إنن ما أنت عشر كي حكم لام يلا يسكن بس أمر كهوري هنسلي إن عشر كي هوري إيه إنه سوق هذا الني سينوقف ضغط مركز وإنه سؤالها uga jawaabi karno waayahay casharkeena hore aynu soo qaadanay arday waa casharkan casharkeena hore aynu soo qaadanay waa casharkan ka waxaan soo dumar doonaa al muhaafadatu ala al bi'a ayaa la yiraahdaa deegaanka oo لا إلاليو المحافظة على البيئة ديجان كأو لا إلاليو أيها عشر كعوان كيسو نعيش وحين كنا والله على هذه الأرض دول كان أيه نكون والله ونستمتع وحين كنا راح يسنا بكل ما فيها وحكستا ودول كدشي سكسوغا أو من النعم نمعوين من النعم نمعوين التي نمعوين كاسو وهبنا الله إلهين السيئي لكي نعيش سين وغنول عنه حياة كريمة حياة كريمة نلل ونكسن سين وغنول عنه حياة كريمة نلل ونكسن وبيئة سليمة يديغان نبت قبا أو نظيفة نظيف وأن نبعد سين وغف وأن نبعد وإن نكفغينو ببيئتنا ديغان كينا كل شيء شيء كستو يضرها دبايا ديغان كي دبايا كالأوساخ سيدا وسخضة التي وسخضة صو تسبب سببتا الأمراض حنوندا حنوندا مركا سببا محي وسخضة يا مركا قرون كايا وحي سببان هناك واحد شراء البيئة المنزلية ديغان قريد أما ديغان كوريئيو ديغان كوهر ريسان آيات شراء والبيئة المدرسية ديغان دوكسييد ودوكسييو ديغان كمركا ريسي كوهر ريسان والأماكن المحيطة بنا يملا إنغو هريري سنة هريري إنكو يالا وفيها ديغان كي وحا كميدا الأشجار برتي آيا كميدا والضرق دريق يدي آيا كميدا ديغان كي ومياه الشرب بيلعب آيا كميدا ويعيش معنا وحا إنغو لا نول وحا إنغو لا نول وحي نقول النول الحيوانات حيوانات وحي نقول النول مركز ديغانك الحيوانات وحيوانات المختلفة كالدوانا يوض يور شمبره آيات ديغانك نقول النول المتنوعة كالنوعها كالدوانا وأيضا سيدوك الأرض دولكي التي نعيش فوقها إن كدل نولهاي ودولك إن دشيسة كن نولهاي والهواء يهودي التي نتنفس بها إن كن نفسنا إنه هو ده إن كن نفسنا إنه يغنى حكم تامحي ديغانكي يا خيرات كي لعين السيئي
إذن سيدا أوجد يجب علينا وحين واجبة أن نبعد الأوساخ إن وسخ دي أن نكفغينو أن نبعد الأوساخ إن وسخ دي كفغينو عن المنازل قريه والمدارس دكسية دينا وإن وسخ دي أن نكفغينو والحدائق العامة بري جود يماليه دتك كده حي لسكوجي من هنا وين نكف غينه وصخري يو الضرق ضرق يدي لمرعينا وين وصخري مركان لقف غيه وأن نزرع الأشجار سي مركان ديجان كان هو لعلنا محين وصميننا وأن نزرع الأشجار وين ندير كبرنا حول المنازل كريها مركان هريرهوجي وين أي نجيده كبرنا حول المنازل كريا هريرهوجي يا والمدار وفي المدارس دكسية دحلودي ولا نقضعها وأينان شرين درتين وأينان شرين أم بأينان جوينين درتي بيرنيد وحي كلا أين بيري كرينا نمركا وأين نبيرنا وأين نكبيرنا سيمركا ديجان كون نقض ديجان ونكسن قولي لي سو نغضو وحين نوكد بنا مركا ليل اسك عشركا او اه كاين مانتا كسو قبل قبين دون عشركينا اجيب عن الاسئلة الاتية ليل اسك مين نكود الجواب دون اجيب عن الاسئلة الاتية سؤالان صو صعدة كجواب سؤال شكوبات نكتشواب النوى سواشا في أرضنا دولكين نباليري في أرضنا دولكين نعم نمعوين أيا كسوغا وهبنا الله إيانا إلهي ونسيي وهبنا الله إلهي نسيي إيانا إنك مثل الهواء هودا أيا كم دمركا نمعوين كإلهي نسيي أذكر هذا واحد شيك تارديو بعضا منها بركم دا بركم إذا نعموين كإلهين السيئي قاركم إذا أديهنا الشيك نعموين كدولك كسوغن أي إلهين السيئي قاركم إذا لقادونينا الشيكتو سؤال شامركا نكود التوامن حاكم إذا مركا نعموين كاس إلهين السيئي وحاكم إذا نقونا يا نعموين كاوحاكم إذا نقونا يا الماء باكم إذا نقونا يا المياه بيه أياكم إذا نقونا يا المياه بيه باكم إذا وعك لكم إذا الحيوانات المختلفة حيوانات كالدوان يقار كودنا عينو مركا عنوه لبكوغا عينو قار نايب سنو وصف ربضا مركا عينو منافعات سنو كواسا كم إذا مركا نمعوينكا دولكينا مركا إلهين السيي يسيدو كلي الهواء هو إذا لينو شاقي ويضنا هو إذا لينو كنا فسنينو ويضنا لانتيت عينان مركا كنا ولانين دولكا سواش كوباد وينو كتوابني سؤال شلوات بين تجينا سؤال شلوات واتن وحين لا سؤال شلوات كيف نبعد سليمان وغفرنا الأضرار لباتوينك عن بيئتنا تيغان كينا سليمان وغفرنا تيغان كينا سليمان ودبك وغفرنا كيف نبعد سليمان وغفرنا الأضرار لباتوينك عن بيئتنا ديغان كينا حين نتنك جوابنا اسكود دار ديغانتك جوابتو ديغان كسيبينو وغفقينا مركا لباتدا وأن نبعد الأوساخ وصخ دي أي نكفقيننا ونزرع الأشجار برتنا مركا وأن بيرنا أن نبعد الأوساخ ونزرع الأشجار وأن نرتنا كبيرنا وصخري وحيد ديغانك خرب عينا عينو مركا كفوغينو سؤال شا صدحات واتن ما الذي يسبب محاسبب الأمراض حنونا ذا محاسبب عشر كينو كسو عرقنا يدنا شوابتي دو محين نقون سار ديو ما الذي يسبب محاسبب الأمراض حنونا ذا أن هذا واحد سببه ما حيبين نري الأوساخ
wasakhda ayaa markaa sababta al-awsaakh wasakhda marka lagu daadiyo deegaankii iyo guryaha hareerahoogii ama dugsiga hareerihiisii ayaa wuxuu noqonayaa markaa deegaankii mid markaa wuxuu noqonayaa xanuun ay ka dhashaan oo wasakhdaas ayaa xanuunkii uu ka dhalanayaa waayahay layliskaas wuxuu ahaa laylis aynu ka jawaabaynay su-aalihiisi aanu ka wada jawaabnay ardayo layliska labaad aanu gudbana waa layliskan thaaniyan mar labaadka ama layliska labaad ikhtar waxaad doorataa al-ijaaba alsaxiixa waxaad dooranaysaa jawaabta saxda ah ayaad dooranaysaa saddex su-aalood baa lan saddex ikhtiyaar baa layna siin doonaa marka waxaa la doonayaa ikhtiyaarka saxda ah in aynu ka xulanno oo aynu ka dooranno su-aasha koowaad waa tan waxaa layna weydiiyey waxaa la yidhi nastamticu waxaynu ku raaxaysannaa bikulli maa fi lardi wax kasta oo dhulka dhexdiisa ku sugan oo min annicami nimcooyin ah allatii nimcooyinkaasoo wahabana allaahu ilaahay uu ina siiyey ayaynu ku raaxaysannaa nimcooyinkaa ilaahay ina siiyey likay ayaa halkaa la socotaa likay naciisha haddaba oo si aynu ugu noolaano xayaatan sayi'atan nolol xun iyo wabii'atan mukharabatan iyo deegaan markaa la kharibay wabii'atan mukharibatan iyo deegaan khariban oo xun si aynu ugu noolaano mise waxaa inoo saxa naciishu likay naciishu si aynu ugu noolaano xayaatan mutawasidatan nolol dhexdhexaada iyo wabii'atan mutawasidatan deegaan dhexdhexaada oo nadiifna aan ahayn wasakhna aan ahayn ta saddexaadna waxa weeyaan naciishu waxaynu si aynu u noolaano xayaatan kariimatan nolol wanaagsan iyo wabii'atan saliimatan deegaan markaa nabad qaba saddexdaa arday markaynu kala dooranno waxaa laynu weydiiyey horta waxaa laynagu yidhi waxaynu ku raaxaysanaa wax kasta oo dhulka markaa guudkiisa ku sugan ayaynu ku raaxaysanaa ilaahayna siiyey likay naciisha ayaa markaa inoo saxa likay naciisha saynu ugu noolaano likay naciisha saynu ugu noolaano xayaatan kariimatan nolol wanaagsan iyo wabii'atan saliimatan deegaan nabad qaba oo bid qaba waay su-aashaana markaa waynu ka jawaabnay waxaynu tegi doonaa su-aal baa inoo adhsan hal su-aal ayaanu kusoo gebagabayneynaa halkan su-aal baynu kusoo gebagabayneynaa halkan su-aal ayaa aynu markaa kusoo gebagabayneynaa maanta casharkeenna waa casharkeenna ugu dambeeyey buugga wanubcidu waynu ka fogeynaynaa can bii'atinaa deegaankeenna kulla shay-in shay kasta ayaynu ka fogeynaynaa deegaankeenna shaygaasoo haddaba maxaya shaygaasoo yuslixuhaa wanaajinaya kallashjaari sida geedihii allatii nazracuhaa aynu beeranaynay xawla aduruuqaati aynu ku beeranay xawla aduruuqaati dariiqyada hareerahooga haye waxaynu ka fogeynaynaa markaa deegaankeenna shay walbo yaduruhaa dhibaaya kalawsaakhi sida wasakhda wasakhda allatii wasakhdaasoo tusabibu alamraada xanuuno markaa sababta mise waxaynu dooranaa waxaynu deegaankeenna ka fogeynaynaa shay walba oo yusaaciduhaa ka caawinaya cala aljamaali waalbahjati quruxda cala aljamaali quruxda iyo waalbahjati quruxda shay kastoo ka caawinaya isku day ardayo markaa intaynaan jawaabta sheegin inaad su-aasha markaa jawaabteeda aada garatay isku day su-aashu waxay ahayd wanubcidu waynu ka fogeynaynaa can bii'atinaa deegaankeenna waxaynu ka fogeynaynaa kulla shay-in shay walba shaygaasoo yuslixuhaa wanaajinaya kalashjaari sida geedaha allatii nazracuhaa aynu ku beerayno xawla aduruuqaati dariiqyada hareerahooga mise waxaynu ka fogeynaynaa shay kastoo yaduruhaa dhibaaya kalawsaakhi sida wasakhda
التي وسخذا سو تسبب سببته الأمراض حنونه سواء نكفرين إن شيء كسو يساعدها كعوني ديجانكي على الجمال قرحدي يا والبهجة قرحدي واسكم إذا بدأ كلمة دود على الجمال والبهجة وقرحدي جواب تيدن واحد نقول سواء نكفرين إن ديجانكي إن شيء وال أو دبايا شيء وال أو يضرها دبايا كاللوساخ سيد وسخدي التي تسبب الأمراض وسخداس أو مركز سببته حنون ذا عشر كينا أردي ما أنت ينقادني أو ها عشر كي وجود بيبوجا أو إن ما أنت كسوق بجبيني إن بوجنا توجا تربية ذا إن شاء الله تعالى الكسين عشر كينا نكودين دونا وحن سكوجي من دونا عشر كان عشر كحجة أو إنكم راجعين دونا بوجا أنت إنه عشران تاسكوجي من إنه انتقال رسول حنيد الله يحيي سيدا إيوه نبتقل إيوه والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.